يا مالها كده راحت لاخر السقاله؟ وقفتها كده مش طبيعيه. صباح الفل، صحتك بدري. انا اسف جدا. لا اصلا كان نفسي اكلمك من الفجر. خلصت قصة الفيلم اللي انت عايزاها؟ لسه مخلص كتابته على الآلة الكاتبة، قدام الورقة اهو. والله برافو. وايه رأيك في اللي انت كتبته؟ رأيي انا رأيي في نفسي ازاي؟ لا انا عايز رايك انت طبعا. خلاص يبقى لازم نتقابل عشان نقرا مع بعض. اوكي ماشي، انا هقرا لوحدي واقول لك رايي بصراحه. ايوه انا عايز كده طبعا، ده شغلي يا استاذ، يعني ما فيهوش ولا صحوبيه ولا مجامله. قول لي انت النهارده مواعيدك ايه؟ شوفي يا ستي، البنات التايبيست ومحللين الديسك جايين حالا، هسلمهم الشغل واطلع الجامعه، وبعد كده هروح المجله، يعني مش هخلص قبل الساعه 7. طيب هقولك، هبعت لك الورق في ظرف مع تسوقي ساعه المكتب، وعلى ما اجيلك تكوني قريتي وكونت رأي. اتفقنا؟ طيب. سمعت الجرس؟ دول التايبست. افتح او ما افتحش انت تأمريني. طيب. يلا باي باي. صباح الفل. انتوا جايين بدري لكن دخولي باشا جاي متاخر. انا اعمل ايه بس بصراحه بايه؟ وانا دخت على ما لقيت جمعيه فيها شاي وسكر واتلطعت يجي نص ساعه لما الشمس كانت دماغي. المهم جبت شاي وسكر؟ امال ايه يا صلاح بيه؟ كله تمام. طب يلا على المطبخ اعمل الشاي. هوا بنات، الشغل النهارده كتير وعايز تنسيق كويس ومن غير غلطات. ها احنا خلاص بقى تعودنا على كلام الصحافه، ما بقناش نغلط يعني. شاطره فاطمه، قصدها تقول ان احنا تعودنا على الخط والشغل بقى سهل وبسيط. وانت كمان شاطره. دلوقتي الاستاذ شوقي هيجي لكم الظهر عشان يظبط الموضوعات مع الصور، وكل موضوع في ظرف لوحده عشان تستاهلوا المكافاه اللي انا محضرها لكم. مكافاه؟ مكافاه كويسه جدا، انت اقل منها. بس في موضوع بقى عايز اكلمكم فيه، ويا ريت ما تفهمونيش غلط. انتوا عارفين طبعا ان انا بعتبركم زي اخواتي بالظبط، ولبسكم يا بنات محتاج تهتموا بيه شويه. ده مش معناه ان لبسكم وحش، بالعكس، بس انتوا عارفين بقى انتوا بتشتغلوا في مكتب صحفي وفي الزمالك. طيب حضرتك بتقول ان في مكافاه؟ اه في مكافاه. خلاص بعد ما نستلمها بساعه واحده بس، في عقبه هتتقلب الزمالك على طول. حلو كده. يا استاذ صلاح، هو في بنت مش عايزه تلبس وتتشيك؟ بس نعمل ايه، العين بصيره وليه القصيره. خلاص من هنا ورايح الايد هتبقى طويله. اشتغلوا بقى. الو
الأستاذ حسين من فضلك. قوله نامي. أيوة يا حسين. إزايك؟ مال صوتي؟ لا لا مش بعيط، لكن قريت قصة حلوة قوي. الورق يجنن. القصة اللي أنا كنت بدور عليها. طبعا أنا متحمسة جدا، متحمسة لدرجة أن أنا ممكن أشارك في الإنتاج. الكاتب؟ لا هو شاب جديد وموهوب اسمه صلاح مرتضى. كاتب ورق يجنن يا حسين. الشخصيات بتتحرك على الورق، وكاتب جمل جديدة خالص. يعني السيناريست مش هيتعب. هو هيعدي عليا النهارده الساعة 7. يا ريت تبقى موجود، يعني خليها لقاء عمل واتفاق مع بعض. اوكي هستناك يا حسين، مع السلامة. عنوانه في الزمالك؟ هو كاتب لي الالوان في الورقات، مش عارف انا ورقه في ايه. الحقني بيه. اتفضل. لا مش دي، خد ولا دي، خد. خلاص شكرا. احفظيها بس ورجعها لي. شكرا يا عم ادريس. مع السلامه. احنا خلصنا محاضراتنا، مش هروح ولا ايه؟ بس انا قصدي لسه ما شفتش. هو عشان تشوفي تقومي تستني. المفروض تروحي تقعدي في مكتبنا. مكتبنا؟ ما هو اصل احنا الاثنين في الاتحاد، وفي الكليه هنا بيعملوا الاتحاد اوضه بيسموها مكتب الاتحاد. فده يعتبر مكتبنا. يعني يلا بينا نروح على الاوضه دي اللي هي مكتب الاتحاد. يلا بينا نشوف. الجديدة اللي ركبتها في سلمك. ما هو انتوا كلكم
ضعت في سلم صعود الأستاذ عشان يطلع لي فوق فوق فوق. أنت سلمة وأنت سلمة وأنت سلمة وأنت كمان سلمة. بعد ما يطلع عليكم خلاص مش هيبقى لكم لازمة، هتترموا. أنا كمان أنا سلمة، سلمة مرمية. بس يكون في علمك يا أستاذ صلاح، يوم ما تحب تنزل مش هتلاقي ولا درجة واحدة تنزل عليها، هتقع من فوق فوق على جدور رقبتك ورقبتك تترد. مبروك وباي باي يا سلمة يا سلمة يا جديدة. ايه 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 كل ده عشان صادف في الانتخابات. ممكن اتكلم معاك كلمتين؟ غدا راحت فين؟ ما تقلقش اكيد هتروح معايا، بس مش هو ده المهم. المهم ان انا بحبها. ايوه بحبها جدا، وانت لازم تفهميها الكلام ده. ما هي كمان بتعزك قوي، بس في حاجات كده بتحصل بتلخبط مشاعر. حاجات ايه؟ هي الحقيقة ما حكيتليش حاجة، بس أنا بحس غدا كويس قوي. موضوعك أنت وكريم كتير قوي تتحرش بيها، ومرة تقول لها صلاح ده ملكي، آخر مرة محاضرة السلالم اللي قعدت تقولها لنا دلوقتي. بينك وبينها إيه؟ مفيش حاجة بيني وبينها، زمان، مجرد زمان. طب ما كلنا زمايل، محدش فينا بيتعامل معاك بالشكل ده. هل هي مثلا علاقة من نوع خاص، مشاعر خاصة؟ مفيش أي مشاعر خاصة بيني وبين كريم. إذا كان في مشاعر خاصة فيبقى من ناحيتها. انا ما حياتي ما فيش اي حاجه تجاهها، صدقيني انا عمري ما وعدتها باي حاجه، عمري ما اديتها اي ضوء اخضر. امال منين جات لها الجرأه الزياده دي معاك؟ ما اعرفش، غل عشان سقطت في الانتخابات. ولعلمك بقى انا اللي شلتها من القائمه بتاعتنا في الانتخابات، مش عايزينها. وبعدين انت مخطوبه لواحد ظابط، مش عارف عايزه ايه مني بالظبط. طب وغادة؟ غادة غادة دي اجمل شيء حصل في حياتي، دي أول واحدة تدخل قلبي بجد. غدا من ساعة ما شفتها في الجامعة في المدرج وأنا بقدمها لأصحابها المتفوقين وهي ساكنة جوايا، سامي أنا لازم أقول لها الكلام ده بنفسي. بلاش أنت، أصل أكيد بعد الموقف اللي حصل ده هي متضايقة. أنا هقول لها. طيب قولي لها. عندك تليفون؟ آه عندي. طب اديني النمره. ده تليفوني. هتكلميني امتى؟ هتكلم معاها الاول وافهم منها وبعدين هتصل بيك. بس بقول لك ايه؟ انت متاكد من مشاعرك ناحيه غدا؟ والله العظيم ورحمه ماما وبابا بحبها قوي، مستعد فورا اروح للدكتور عثمان واخطبها منه. غدا هتفرح قوي. هقول لها السلام عليكم. مسحت بيه الارض، فرغت عليه الدنيا كلها، حتى البيت بتاعت الزمالك لو كان ناوي يسمعها اسطوانه من اسطواناته خلاص هي كمان هتديله استماره سته. ومين ده بقى اللي خد استماره سته وسبعه؟ صلاح مرتضى. صلاح مرتضى حبيب القلب اللي كنت هتغرقي نفسك في اسكندريه عشانه يا هبله. كنت عبيطه وهبله زي ما قال لي بالظبط.
معرفتش اختار الراجل اللي يليق بيا. والمعنى ان هي كمان هتمسح بيه الارض، هتفرج عليه كل الناس. المهم في ده كله بقى انك ترجعي كريمة الرايقة اللي الضحك ما بتفرقهاش، كريمة الحلوة الجميلة اللذيذة بتاع الزمان. ان شاء الله اوعدك، واوعدك كمان اني هجننه. عارفة ما يجننش الراجل الا راجل تاني. امجد عارف؟ نعم امجد عارف. امجد مين بالظبط وعارف ايه؟ ده ضابط البوليس اسمه امجد عارف، بيحبني وبيموت فيا. اها، هو انت حضرتك بقى بتجري ورا واحد والتاني احتياطي؟ لا بقى، ده انا هقوم اعمل كوبايتين شاي واقعد معاك اعرف ايه اللي حصل. على اذنك يا جميل. امجد عارف؟ معقول برضو؟ ايوه. طيب التلغراف ده جالك يا اخويا؟ تلغراف؟ لسه الراجل مسلمهولي دلوقتي في المحل. ابويا التلغراف بيقول ان ابويا تعبان قوي، لازم اسافر له. بجد يا سلمى؟ بجد صراحة عليك كل ده؟ اه والله العظيم قال لي كل اللي قلته لك بالكلمه والحرف والنقطه والفاصله. طب وانت صدقتي؟ صدقت. وانا كمان مصدقه يا سلمى، قلبي وعقلي مصدقين. قلبك وعقلك مصدقينه؟ اه. طيب تحبي نتصل بيه ولا نتقل؟ يعني اصل هو دلوقتي قاعد في بيتهم مش على بعضه. تحبي نتصل بيه ولا نتقل ونسيبه يتقلب على جمر النار؟ حرام عليك يا سلمى، حرام عليكي. كلميه قولي له ان انا مصدقاه. يا بنتي ما نتقل عليه شويه. لا نتقل عليه ليه؟ عشان يقلق اكتر واكتر. انا مش عاوزاه يقلق، انا عاوزاه يرتاح ويطمن ويركز وينجح. يرتاح ويطمن ويركز وينجح؟ طب والله العظيم تلاته انتي بتحبيه وحب سوبر كمان. بقولك ايه، تعالي ندخل المطبخ نعمل شويه شاي نشربهم ونستمخمخ، وبعدين بقى ابقى نفكر هنتصل بيه ولا نتقل. انا هخلي دادا تعمل لك شاي. لا دادا ايه، انا ماليش خالص في الشاي الزملكاوي بتاعكو ده، انا احب الشاي البولاقي. احسن برضو. الو اي طيب لحظه واحده فاطمه. ايوه استاذ. معايا السماعه تليفون عشان الو. ايوه ماما. يا سلام، الواحد فعلا كان محتاج شويه الشاي دول. والله العظيم حرام عليك يا سلام. مش كده، انا نفسي افهم انت ليه مش عاوزه تريحيه، ليه عاوزه تتعبيه؟ هاتي التليفون خلصينا. رجعتش في كلامك تاني؟ لا ما رجعتش في كلامي، بس خايفه
خايفه من ايه بس؟ هيقول عليا ايه يا سلمى؟ ابدا، هيقول ان انت صدقتيه وسامحتيه. سامحته على ايه؟ صلاح ما غلطش في حقي في حاجه. والله العظيم انت هتجننيني، يعني اتصل ولا اروح عشان ورايكم غسيل؟ خلاص يا سلمى خلاص، تسلم. اخر كلام؟ ايوه. الو، مساء الخير. ازيك يا صلاح؟ انا سلمى، انا بكلمك من عند غد. والله ايوه يا سيدي، بعد ما شربنا الشاي البولاقي التمام وبعد المداوله صدر الحكم بالبراءه. بجد؟ اهي معاك. قولي الو. ازيك يا صلاح؟ انا كويسه الحمد لله. على فكره سلمى قالت لي على كل حاجه وانا مصدقك يا صلاح. لا بابا مش هنا. عايز تكلمه؟ قولي له كلمه. طب خد سلمى، عايز اتكلمها. انا بقول لك انت قولي لي انت غريبه. ايه يا صلاح، والله برافو عليك، انا معاك تماما. المواضيع دي لازم تدخل البيوت من ابوابها. صح؟ لا والله انت انسان كويس. يلا بقى اهي موتة ولا اكتر. طيب يا صلاح، مع الف سلامه من القلب. دعي لك. هيروح لباباك العياده ويقول له عايز يقابله. اتجوز ماما الله يرحمها لما كانت في سنه ثانيه جامعه. خير ان شاء الله خير. طب ده علاقته ايه بالموضوع؟ يا سلمى بجهز اجابات يعني عشان لو بابا. بقول لك ايه، احنا نشرب الشاي الاول وبعدين نقعد نجهز اجابات. ياه انت بقيت كويس خالص. البس بقى هدومك. الو. ايوه انا. مين حضرتك؟ صلاح مرتضى. ايوه يا استاذ صلاح، خير سلامتك. امال في ايه؟ انا جاي العياده بالليل 9:30 يناسبك؟ خلاص هستناك. شكر جدا، مع السلامه. الو. ايوه يا غاده، انا صلاح. انا لسه مخلص مع الدكتور وحدد لي ميعاد النهارده وهروح له في العياده بالليل. الو غاده، غاده. الو. ايوه يا سلمى. غاده مالها؟ ايه اللي حصل؟ انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه بالظبط. والله كلمته وحدد لي ميعاد النهارده الساعه 9:30. يا رب يا سلمى يا رب. يلا بقى ورينا شطارتك، بس خلي بالك الدكتورة عثمان ده حاجة كبيرة قوي. لا تقولي اتحاد طلبة ولا حفلة في الكلية. بالظبط كده. غادة؟ لا ما تقلقش، أنا قاعدة معاها. مع السلامة. مع السلامة والقلب دعيلك. قلب مين؟ القلب اللي أنت تختاره بقى. ماشي، مع السلامة يا أبو الصلح. يا سلمى قالك ايه؟ سبحان الله، ما التليفون كان في ايدك، اديتهولي ليه؟ هيقابل بابا؟ هيقابله ويقوله. يقوله ايه؟ هيقوله مساء الخير يا عمي، من فضل حضرتك انا طالب ايد بنت حضرتك. طب وتفتكري بابا هيقوله ايه؟ باباكي هيرد عليه ويقول له
والله يا ابني في الظروف اللي زي دي انا لازم اسال بنتي لان هي صاحبه القرار. طب وهيسالني؟ اكيد طبعا هيسالك. طب ولما يسالني اقول له ايه؟ هتقولي له يا بابا انا مش هقدر اتجوز قبل ما الواد عصام حسنين يتقدم للبنت صاحبتي اللي اسمها سلمى عبد الحميد ونتجوز احنا الاثنين في يوم واحد. يا ريت يا سلمى. بقول لك ايه؟ ما شفتش نبيل ومرسي؟ كانوا هنا من شويه وقالوا انهم رايحين سينما من ثلاثه بقى. سيبك يعني مش هيرجعوا دلوقتي؟ لا ما افتكرش. طيب شكرا يا خميس. العفو. ما قلتليش ايه الاخبار؟ شيء جميل. الورق حلو جدا. شيء مختلف عن كل اللي الواحد بيقراه. والشخصية الجديدة اللي مكتوبة لك جديدة عليك قوي. طبعا جرأة منك انك تلعبي دور ام البنت في الجامعة. رجوعك للشاشة بعد كام سنة غياب وبشكل جديد هيخلي الجمهور ينزل من بيته على طول يتفرج عليك. اذا كان بيدور على بنت حلوة صغيرة هيلاقيها. هيلاقيها بتمثل دور بنتي. وما تنساش ان احنا معانا بطل نجم. طبعا طبعا. يبقى خلاص انت متحمس انك تخرج الفيلم ده؟ المهم انتي متحمسة؟ طبعا قوي. بقولك ايه؟ انا مستعدة ان انا اشارك في الانتاج. كده كويس لاننا مش هنبقى محتاجين لمنتج معانا. انا كمان هشارك معاك في الانتاج. واذا احنا الاتنين اجلنا اجورنا لغاية ما الفيلم بتاعنا يتعرض يبقى المسائل هتمشي سهلة قوي. خلاص انا موافقة مفيش مشكلة. انا مستعدة ما اخدش ولا مليم الا بعد عرض الفيلم بخمس اسابيع. كويس. الغدا جاهز. هتتاكلوا دلوقتي ولا كمان شويه؟ لا دلوقتي يا نوال لو سمحتي حضري السفره. حاضر. بقول لك ايه؟ انت دلوقتي ركز في الغدا وبعد الغدا نبقى نتكلم. المهم الاول قولي لي الاكل بيتي ولا من بره؟ بيتي والله يا سحت بيتي. السلام عليكم يا عم حجازي. اهلا يا ابني. ادي الكتب اللي قلت لك عليها. يا سبحان الله، طول عمرك ابني بتشتري كتب، ايش جرى في الدنيا عشان تبيع؟ الظروف يا عم حجازي، شوف هتاخدهم بكام. يعني انت خلاص مش محتاجهم؟ لا محتاجهم بس الظروف صعبه شويه. بقول لك ايه؟ ما تاخد لك قرشين مني تمشي نفسك بيهم شويه. موافق، هتديني كام؟ لا هيديك ولا هياخد منك. هات الكتب يا دلع عادي. في ايه يا ام محمود؟ مفيش يا عم حجازي، هات الكتب. خد الكتب يا ام محمود. يلا يا فيصل. انا محتاج فلوس لازم اسافر البلد. وانا محتاجه اتخانق معاك خناقه كبيره قوي. انت ايه اللي حصل؟ في ايه يا اخواتي؟ انت ايه اللي جرى لك؟ ايه اللي حصل في الدنيا دي؟ بقى عشان تحتاج فلوس تقوم تروح تبيع كتبك ولا ترهنها؟ يا خبر، ايه اللي حصل في الدنيا دي؟ هو انت خلاص ما بقتش تستعنيني خالص كده؟ انا انت ايه اللي جرالك؟ هتخلي الناس تقول عليا ايه بس؟ يا خبر، بقى الراجل اللي بقول عليها اخويا يقوم لما يتزنق يروح يبيع كتبه؟ بقول لك ايه، انت تطلع على البيت على طول ترجع الكتب وتوضب الشنطه اللي هتاخدها معاك للسفر، وبعد كده تعدي عليا في الدكان هتلاقي الفلوس اللي انت عاوزها تحت امرك. يا ام محمود افهميني بس. واديني وما اعبد، لو ما عملت اللي قلت لك عليه دلوقتي لاكون قطيعه بيني وبينك. يلا بقى يلا. ما قلتليش يا حسين. ايوه. انت هترشح مين يكتب سيناريو الفيلم؟ والله انا عايز اقترح فكره جريئه شويه. قوي قوي. الراجل اللي كاتب الورق دوت مش كاتب اسمه عليه ليه؟ هو اسمه صلاح مرتضى، صحفي شاب وموهوب وعزيز عليا. صلاح ده بقى يا ستي كاتب الورق زي ما يكون سيناريو بالظبط، واصف كويس قوي كانه شايف الصوره، والحوار بتاعه كمان جديد حي، ناقصه شويه تكنيك. يا ستي انا هقعد معاه في كتابه السيناريو، مش هتعب قوي معاه بس هو اكيد هيستفيد كتير قوي. انت هايل يا حسين، طول عمرك فنان من ساسك لراسك.
انت مش بس عايز تعمل فيلم جديد ومختلف، لا انت عايز تقدم سيناريست جديد كمان. قولي لي هو جاي امتى؟ هو مفروض يجي الساعه 7، يعني تلاقيه زمانه جاي. كويس، تمضي معاه عقد على طول، بس اوعي تدلعيه كتير، خصوصا ان احنا اللي هندفع. انا بقى عاوزه ادلعه، خصوصا ان احنا اللي هندفع. بس ده كتير كتير قوي يا ام محمود. ده انت اللي طيب قوي، مفيش حاجه تكتر على عيا يا ابو خليفه، ادويه ودكاتره. ايوه بس انا كده. بس ايه، دول سلف وهترجعهم اول ما الحاج يقوم بالسلامه وترجع لكليتك. ولا اقول لك لما تتخرج من الكليه وتتوظف وتقبض اول ما هي كمان. وخد امسك الورقه دي كمان، دي مكتوب فيها نمر التليفون الحاج حسني صاحب المحل اللي جنبينا، اذا احتجت ايتها حاجه تكلمني على طول. اتفضل يا سيحس. تسلم ايديكي. الله، تأكيد هو. هلو. خش خش تفضل. الأستاذ صلاح مرتضى، الكاتب الشاب الموهوب الأستاذ. طبعا الأستاذ حسين نور الدين، المخرج الكبير صاحب الروائع الرومانسية والسينما الجميلة. أهلا يا فندم، فرصة سعيدة جدا. واضح انك بتتكلم زي ما بتكتب بالظبط، في الحالتين بتنقي اجمل كلام. شفت بقى لازم يتدلع ليه؟ عندك حق، دلعيه براحتك يا ستي. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا، تعالى تعالى هنا. نوال نوال نوال، عامل لنا اتنين عصير، ولا انت تحب تشرب حاجه تانية؟ لا لا العصير كويس. خلاص اتنين عصير. اما انت طلعت حكايه يا استاذ، قصتك خلاص هنعملها فيلم، والاستاذ حسين هو اللي هيخرجه وهيكتب معاك السيناريو عشان يعلمك الصنعه. ها تحب ندفع لك كام؟ يا نهار ابيض، تدفعوا لي ده ايه؟ هتعلم الاستاذ الكبير الصنعه كلها وكمان تدفعوا لي؟ ده انا اللي لازم ادفع. عندك حق، تدلعي جدا يا ناني، دلعي قوي، دلعي على قد ما تقدري وانا معاكي كمان. طبعا اذنكم، ثانيه واحده. مش عارف اقول لحضرتك انا مبسوط قد ايه النهارده، بشكر مدام ناني انها اتاحت لي الفرصه دي. متصورش انا بحب قوي الماضي البعيد اللي حضرتك عملته، بحبه جدا خصوصا في نال. يا اتفضل يا استاذ، اتفضل امضي هنا لو سمحت. هلا مو. شكرا. وهنا كمان امضيتين. اتفضل يا أستاذ. الدفعة الأولى حلو، 25% 250 جنيه. أوكي؟ أنا هبقى أملى العقود. بس ده كتير قوي. اسكت يا أستاذ واسمع كلام الإنتاج. ها؟ إيه رأيكم؟ نبتدي نشتغل. إحنا ما نقدرش نكسر كلام النجم. يلا. يلا. اتفضل حضرتك هنا. حضرتك هنا. شكرا. اتفضلي. ميرسي يا نوال. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي. شكرا جدا يا فندم. من بكره عادتنا هتبتدي مع بعض لو عندك وقت. ها؟ تحت امرك يا ريس. يا سيدي انت بقى مع السلامه عشان تلحق مواعيدك وما تاخرش على الناس. متشكر جدا يا فندم، سلام عليك. انا اللي سعيد جدا بالصحبه الحلوه دي. ربنا يخليك يا ريس. يلا ربنا معاك. مع السلامه. مع السلامه. زمان صلاح وصل دلوقتي عياده بابا، وانا زمان ابويا واقف على باب الحاره بيقول يا ترى البت المتشرده اللي اسمها سلمى دي راحت فين. انا عاوزه بابا يحبه يا سلمى، يحبه قوي.
والله لو كان باباكي طلع لك هيحبه قوي. يا سلمى ما بهزرش. وانا كمان والله العظيم مش بهزر صراحه. الواد صلاح ده واد جدع يعني بتهالي اي اب في الدنيا يتمنى يعيش لبنته. هو اي اب في الدنيا هيعوز لبنته ايه؟ الستر، السعاده، الامان. صلاح عنده كل ده. صلاح ناجح، مستقبله كويس، واصله طيب، وبيحبنا، ودي اهم حاجه. طبعا دي اهم حاجه. الله صدقني والله لذيذ الحاله اللي انت فيها دي والقلق. نفسي اعيش الحاله دي قوي. ابقى قلقانه من بكره هقول للواد عصام حسنين يتقدم لابويا ويخطبني منه واقلق بقى. الله لا ولا بلاش، احسن يسقط ويقول ان انا سبب خيبته. بلاش قلق. انت عندك كم سنه يا استاذ صلاح؟ في يونيو الجاي هتم 24. وتفتكر ان ده سن مناسب للارتباط؟ والله يا دكتور انا اعرف ان السن عمره ما كان مقياس. يعني حضرتك مثلا اتخرجت من كليه الطب وكان سنك 22 وارتبطت في نفس السن تقريبا، ولما كان عند حضرتك 25 سنه بدات تبقى من المع جراحين البلد. ياه وعرفت عن الحاجات دي منين؟ يمكن فضول الصحفي و اكيد رغبه جوايا اني اعرف الشخصيه العظيمه اللي اتمنى انها تكون في مقام والدي. تعرف انك شاطر قوي في الكلام. ابدا يا دكتور، انا اللي في قلبي على لساني، لكن لو هجامل او هنافق بفضل السكوت. انا لسه مصر ان سن 24 سنه في الزمان ده صغير على الجواز وعلى انه يتحمل مسؤوليه بيت. يا دكتور انا اعرف شباب اصغر من كده يتحملوا مسؤوليه بلد. اسمح لي يعني الشباب اللي حارب في اليمن وفي 67 كان سنهم من 18 ل 19 سنه، دول هم بيحاربوا كانوا متحملين مسؤوليه وطن بحاله مش مجرد مسؤوليه بيت. يا بنتي بطلي قلق بقى، ان شاء الله هيوافق. ولا اقولك اقلقي. انا لما اهلي ماتوا في فايت سنة 67 كنت في ثانوية عامة، جيت القاهرة لوحدي، دخلت الجامعة، وصلت للليسانس، وبقيت رئيس اتحاد الطلبة، وبشتغل صحفي وبكسب، وعندي مكتب صحفي هنا في الزمالك، وبتقدم في حياتي. ده عقد قصة فيلم لسه بيعها، وهشارك في كتابة السيناريو، وده شيك بالعربون، وده دفتر توفير. ما بيقولش ان انا غني، بس بيقول ان انا ليا هدف وماشي في الطريق السليم. استاذ صلاح انا ما بتكلمش عن الغنى او الفلوس. انا لو اقتنعت بيك كانسان المسائل الماديه دي مش هتبقى مشكله. وهو في حاجه منع حضرتك تقتنع بيا كانسان؟ انت من الاسماعيليه اساسا مش كده؟ ايوه من فايد. والدي الله يرحمه كان موظف فني فايد قناه السويس. والدتي الله يرحمها كانت ست بيت. كنا مستورين، وبيتنا اللي كنا عايشين فيه كان ملكنا. الله يرحمهم. كل ده كويس. بقول لك ايه، ما تسيب لي بيانات عنك وتديني فرصة أسأل عليك تاني يا دكتور.
التاني ايه؟ هتسأل عني تاني؟ اللي عرفه ان العميد يوسف قام بالواجب. استاذ صلاح، انا هقول لك اللي جوايا. اتفضل. بالمقاييس العلمية والمادية للامور واضح انك عريس ما فيكش عيب، ناجح، تكسب، ومستقبلك قدامك. لكن في مقاييس تانية بتتحكم في مشاعر الناس، احاسيس بتسيطر علينا، يمكن ملهاش اسباب علمية ملموسة لكن تواجدها قوي. و ايوه، انا هتكلم معاك بمنتهى الصراحة. يمكن الصراحة تكون قاسية شوية او قاسية كتير، لكن واضح انك انت شخصية قوية، والظروف اللي انت مريت بيها وانت صغير ادتك صلابة. انا في جوايا احاسيس، حتى حواجز بيني وبينك، اسوار عالية مخلياني مش مطمن لك او مستريح لك، جبال مخلياني مش متصور انك تبقى جوز بنتي ومشوارها ومستقبلها. ما تسألنيش ليه الاحاسيس دي، لاني مش عارف الاسباب. دكتور، احيي في حضرتك الصراحة والوضوح. رغم ان الاحاسيس دي غير صحية افندم، ما اعتقدش انها موجهة ضدي انا تحديدا. يمكن تكون موجهة ضد اي انسان يفكر يتقدم لبنتك. طبعا في علاقة حميمية جدا بين حضرتك وبينها، أكيد الأنسة غادة أجمل وأغلى قيمة في حياة حضرتك، وده هيكون موقف حضرتك ضد أي إنسان يفكر يتقدم لها مهما كان بني آدم ممتاز. دي حالة مرضية بقى. أنا مش دكتور زي حضرتك، مفهمش في الأمراض، أتكلم عن الأحاسيس، أحاسيس الشريفة الرائعة اتملأ قلبي وعقلي بيها ناحية الأنسة غادة، وجيت من الباب زي أي إنسان شريف وصادق عشان يتقدم لحضرتك. وأنا بقى رفضتك وصدمتك. حضرتك ما قدرتش ترفضني، حضرتك مش عارف تقبلني. فرق كبير. فرق كبير طبعا. لو سيادتك تقدر ترفضني يبقى رأي حضرتك فيه ان انا انسان مش كويس، ورأي شخصية عظيمة زي حضرتك اني مش كويس يلخبط لي حياتي كلها، يهزلي ثقتي في نفسي. لكن كون سيادتك مش عارف تقبلني يبعد المشكلة عني، يخليها عند حضرتك جوه حدودك.